أم فيصل من السعودية تسأل تقول بالنسبة لصلاة الفجر إذا صليتها متأخرة هل أبدأ بالسنة الراتبة أم بالفريضة؟ أختي أم فيصل، بالنسبة للمسلم أو المسلمة إذا فاتتهما صلاة الفجر حتى خرج وقتها فإن المشروع أن يبدأ المسلم أو المسلمة يبدأان بسنة الفجر القبلية وبعدين يبدأون بصلاة الصبح، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو وأصحابه ناموا عن صلاة الفجر في سفرة سافروها بسبب شدة التعب والإرهاق فما أيقظهم إلا حر الشمس، فصلوا بعدما توضأوا وغيروا المكان صلى سنة الفجر القبلية ثم صلى بعد ذلك الفريضة.